هما مش بيشتغلوا مع بعض يعني بند للند او راس لراس، لا هو سيسي هنا وتوادروس تحت، بيسمع الكلمه، بيسمع اللي يتقال له، اعمل كذا واعمل كذا ونفذ كذا وقول لهم كذا وقول لهم نعم تزيد النعم وابن الطاعه تحل عليه البركه. يعني الكلام ده هو مش موجود على فكره في الانجيل، ملوش علاقه بالانجيل، زي مثلا طز بتفلفل الرز، ده كلام ما هوش كتابي. طيب هو السؤال عن النعم يا باشمهندس، فين النعم بقى اللي جات للامه القبطيه البسوا والشعب بقى، القبطي؟ البسوا اهو 21 واحد، ما نعرفش اذا كان البحر اللي لونه احمر ده اتذبحوا فعلا ولا ما اتذبحوش وده فيلم، ولا هيختفوا بطريقه ما مش هيرجعوا لاهاليهم تاني، والا الفيلم يخرب وامريكا تخسر كتير في الموضوع ده، لازم يتنحروا ويتقتلوا. حتى لو ما كانش يعني، لما شفنا احنا الناس اللي واقفه وراهم كلنا بنقول الله مالهم كلهم جسم واحد كده، زي ما يكونوا يعني اسطمبه وقعدت تطلع في داعشيين بنفس الطول ونفس العرض ونفس العضلات ونفس، فاللعبه فيها لعبه باينه واضحه هتبان يعني معالمها قريب قوي قوي قوي. السيسي نجح في انه يخلي الجيش المصري جيش مرتزقه فعلا، اخذ الفلوس زي ما قلنا زي الرز من السعوديه ومن من النظام السعودي القديم يعني ومن الخليج، وخدها في شويله، اختفت الفلوس المليارات دي خلاص، الدولارات راحت ما تبقاش غير الشويله. طيب هندفع الثمن ايه؟ لازم ندفع الثمن، هندفع الثمن، هندافع عن اخواننا الخليجيين ونروح اليمن نضرب في الحوثيين. طيب هنضرب في الحوثيين، عايزين طيارات تروح وتيجي، فجبنا الطيارات الرافائيل اللي هي اللي فيها اللي فيها مدى اطول من غير ما تحتاج بنزين او من غير ما تحتاج وقود، يبقى احنا دخلنا بنفتح شهيه هذا الدكتاتور عشان يروح يضرب فين؟ في اليمن. طب ايران هتسيبه؟ يعني ايران هتسيب الحوثيين الشيعه يتضربوا ويتنحروا مثلا بالطيارات زي ما هيحصل دلوقتي في ليبيا، والناس بتتضرب، بنات واولاد وشباب وكله بيموتوا الا الارهابيين، لان ما فيش حاجه اسمها ارهابيين هناك، الموضوع ما هوش ارهابيين ولا حاجه، الموضوع لعبه كبيره، عايزين بس الطيارات تروح تضرب شمال وتضرب يمين ويتفشخ فعلا جيشنا ويبقى مرتزق. انا قلتها قبل كده من حوالي ساعتين ثلاثه وهقولها تاني، السيسي هنا بيفكرني بالاب الفاسد اللي بيشغل بناته في الدعاره عشان يصرفوا عليه وعلى ملذاته. بيشغل بناته في الدعاره عشان يصرفوا عليه وعلى ملذاته. طيب باشمهندس، احنا شفنا مظاهرات حصلت على سلم نقابه الصحفيين والناس كانت مستاءه جدا من السيسي وبتقول له احنا فوضناك، احنا انتخبناك، احنا كنا بنعمل لك حشد، فين نور عينينا، احنا عايزين عيالنا. هل تتوقع ان الشعب القبطي البسيط، الناس العاديه، مواقفها هتتغير تجاه عبد الفتاح السيسي ولن تنصاع الى مواقف الكنيسه رسميا؟ دي عايزه معجزه، قلتها كذا مره قبل كده، اخوانا الاعباد دول عشان يتحركوا ويفهموا محتاجين معجزه عشان يخرجوا من تحت العبايه دي، ده احنا في 1700 سنه تحت حكم رهبان، ما فيش اسوأ من كده حكم يعني، ولكن بندعي لهم بنقول يا رب اتحركوا يا رب افهموا. سعدت من كام ساعه سمعت واحد مسيحي دخل وقال كلام حلو عجبني، راجل ثوري وبيقول يا اخواننا نتلم مع بعض بقى، لان موضوع السيسي ده طلع مقلب وهو كان سيساوي وتحول، الحقونا كده مش هينفع، البلد ما فيهاش هزار يا اخواننا، احنا كده الموضوع هيبقى يعني كارثه كارثي على مصر. تمام.